وللحديث حول هذا الموضوع معنا من بيروت مباشرة عبر الهاتف الإعلامي والكاتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق. مساء الخير سيد عبد الحكيم. أهلا وسهلا بك سيدي. نعم أستاذ، يعني عرض المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أدلة جديدة على الدعم القطري للإرهابيين الذي وصل إلى حد مدهم بقوات وأسلحة في القتال ضد الجيش الليبي، يعني كيف تعلق على ذلك؟ والله ما تفضل به المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي في مؤتمره الصحفي البارحة يأتي ضمن سياق دحض الافتراءات التي عادة ما يروجها حكام قطر، لأن عطفا على التسريبات التي تمت والمتعلقة بالرد حول المطالب الخليجية العربية إذا جاز التعبير للدول المقاطعة الأربعة، أما تبعها من دول أخوة تضررت بفعل الممارسات القطرية. نعم. أنا أتصور بأن ما قاله هذه الحقيقة، يعني هم يبحثون أو هم دائما يبررون بأن المقاطعة جاءت دون أسانيد وحجج حقيقية، ولكن هاي الحالة الليبية إذا أردنا نتحدث عن منظومة الأمن القومي العربي فليبيا أصبحت الحلقة الأضعف وهي قاعدة انطلاق هذه العمليات التخريبية التي طالت مصر وربما تطال الخليج في أي وقت. هناك مجموعات مسلحة دربت وزودت بالسلاح وبالمال، وهناك إشراف مباشر من رئاسة الأركان القطرية وقبلها حتى من أمير قطر أب تميم حمد، وبالتالي طالما أن هناك أسانيد وهناك توثيق لهذا الدعم وهذه العمليات وهناك أيضا عناصر إرهابية متطرفة أوتها حقيقة ليبيا التي الآن خارج السيطرة وهي برعاية مباشرة قطرية، فبالتالي لا يوجد هناك مبرر لهذه المكايدة من قبل حكام قطر ورفضهم للمطالب العربية. طيب سيد عبد الحكيم، يعني هذه الأدلة والبراهين التي في حوزة المسؤولين الليبيين، يعني هل ترقى إلى ملاحقة المسؤولين في قطر أمام المحاكم الدولية؟ طبعا نحن كمراقبين ككتاب صحفيين كمثقفين نريد أن ندفع باتجاه أن تؤخذ هذه الأسانيد أو هذه البراهين حزمة واحدة وتوضع أمام اللجان الدولية حتى تأخذ طريقها إلى محكمة الجنايات، لأن الحقيقة ما حدث في ليبيا شيء يندى له الجبين. أنا شاهد وبصفتي صحفي وكنت هناك وكنت أصرخ في وسائل الإعلام المحلية والعربية منذ 2011 بالدليل، يعني هناك دخائر، هناك أسلحة، هناك مال سياسي فاسد، هناك دعوات يعني حتى لفريق من الذين كانوا وراء التغيير في ليبيا يحجون إلى الدوحة ويستلمون الإعانات والمساعدات المالية، فبالتالي نحن لا نبرئ هؤلاء لأن هذا يرتقي هو الآخر إلى جرم التخابر مع جهة أخرى ضد مصلحة الأمن القومي، ولكن الفاعل الرئيس هم حكام قطر، هم يريدون تمرير مشروع الإخوان المسلمين ويريدون من ليبيا أن تصبح عاصمة لدولة الخلافة، والذي يأمرهم من وراء حجاب هو أمير قطر ومن ورائه المخابرات الصهيونية والأمريكية. نعم، من بيروت الإعلامي والكاتب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، شكرا جزيلا لك.